عسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نحكيو على الانتظارات اللي تخلينا نطيحوا في المشاكل اللي معناتها ناتجة على الانتظارات هذية، اللي كيف تدخل المرأة في غولاسيون دو كوبل ولا الراجل ياخذ المرأة، سوفون تلقاهم لي ديسيزيون نتاعهم مبنيين على انتظارات معينة. باش نحاولوا نركزوا في الموضوع هذا اليوم باش نفهموا كونه، وهي النقطة الأساسية. رأي أغلبية الانتظارات اللي عندك برابور تا غولاسيون دو كوبل راهي برمجيات اجتماعية ثقافية عائلية، يعني كلها برمجيات. شو معناها كلمة برمجيات دايوغ اللي ديما تلقاها توا في اليوتيوب وفي الديفلوبمون بيرسونيل وكل برمجيات؟ معناها حاجات تتحط في المخ تولي انت تمشي في بالك اللي هي صحيحة، لكن انت جوست خاطرك استنست وخاطر قالولك اللي الامور جي هكا، فهمت؟ معناها انت ماهوش اختيارك الحر، والا انت هذيك هي الانتظارات الحقيقية بالنسبة لك بغابور للراجل اللي باش تاخذه مثلا، فهمت؟ اما على خاطر ناخذو اكزامبل تيبيك، الوقت اللي جا فيه المسلسل تاع مهند اللي عيني خضر وشعر واصفر وكيفاش وكيف انه برشا نساء ولات فريمون، معناها بالنسبه لها حاجه كبيره كان توصل اونتر غيمي دبر راجل بكل المواصفات هذيك، عيني خضر شعر واصفر، فهمت؟ ولات عندها انتظارات معينه. الوغ في اوقات اخرى كما مثلا مسلسل اخر اقدم يظهر لي نتاع اليخاندرو والكساندرا ومكسيكي، هو يظهر لي مشيت معاه اون اوتر مود نتاع ولا وقتها الرجال المزيانين تقول انت ولا اللي هما غوشي خشي اونتر غيمي، هما لا هما مش اللي عينيهم خضر وليو ذوك اللي عينيهم خضر ماستين وبالحين وما يعجبوا حد، وليو نقولوا احنا الرجال المزيانين هما كيما هذايا اليخاندرو، فهمت؟ اسمر شوية وعينيهم كحل. ماني بشي وريك قديش المجتمع، المسلسلات اللي يصير في العائلة، اللي يصير في الثقافة بصفة عامة، خلي عندك انتظارات معينة دون لا غولاسيون دو كوبل. وبيان سور لهنا ناخذ اكزامبل تيبيك لان ديما نحكي عليه وباش نعاودو، هي غنية في جملة برشا غنيات تعاود، معناها برشا غنيات تترسخ للأفكار هذه اللي تولي لا واعية عند البنات. أما الغنية هذه تظهر لي فريمون تخي غفيلاتريس، سي لو ميور اكزامبل كون بوس بروندر، اللي هي غنية إليسا اللي هي تغني بما معناه ان نستنى نهار اللي نلبس لك الأبيض ونهار اللي نولي ملكك، فهمت؟ مش نجمش نقولها باللبناني، مش نحافظتها باللبناني، أما بما معناه ان هي تستنى نهار اللي باش تلبس له مش تلبس لها هي الابيض وتولي ملكه. معناها توريت غنية كمن هذه تتعاود في الراديو في التلفزة، راهو فما ناس دوما تقوم صبيح تحل هذيك روتانا ميوزيك وتبدا تتفرج، واخطر حتى من الفرجة اللي فاتلي انت ماكش تتفرج وكل الغنية هذيك يمشي في الدار، ولكن انت تخدم في بلاصة معينة وان ميم طون تحط الغنية هذيك ودو طون زون طون عينك تشوف كل شيء اللي في التلفزة، معناتها الميزان سين متاع لي كليب هذوما اللي لاحظ معايا اغلبيتهم فيهم نساء الكلهم فتشاتة واحدة، الكلهم كيما الكلون ولا العظيم، بريسك ما تفرقش ما بيناتهم، نفس المكياج نفس العينين نفس الشفايف نفس الشعر، فريمون اون ديغي دي كلون. باغ كونتر تو مثلا كي تحطك لي شين دو موزيك يعني اوروبيان واوكسيدونتال دو فاسون جينيرال، فريمون فما اختلاف كبير بين نعرفش ليدي غاغا وش اسمها شاكيرا مثلا، فهمت؟ On voit des personnalités bien subjectives, des gens qui font des choix individuels. Alors que, qui تحل مثلا روتانا ميوزيك ولا هذوك نتاع المسلسلات العربية ولا الأغاني العربية en général. والله العظيم أنا هذا اللي ريته، نفس الفتشاطة نفس الوجه، داير أنا ما نفرقش ما بيناتهم برسك، نفس الشعر نفس ونفس الميزانسين، هي تلقاها ديما تغني كأنها تبكي، أنا تظهر لي والله العظيم
تغني كي انها تبكي فهمت، وحتى في الغناية دي ملقاه والايه تتوجع وتبكي فهمت. قارن معايا لا ميوزيك اوكسيدونتال، مش معناه لا ميوزيك اوكسيدونتال خير راهو ابدا، ما قلتش هكا. اما في الميوزيك اوكسيدونتال فما الاختلاف، فما الفرديه لانديفيدواليتي، كل فنان ولا مغني ولا مغنيه تعبر على ذاتها فهمت. دونك هذه الكل يبرمج اللاوعي نتاع البنات ونتاع الاولاد زاده اللي اون طون كونتينيو، يعني حتى كي تمشي القهوه تلقاهم حاطين تو لي زيكرون بلازما على طول فيهم الغناه هذاك، واولاد تلقاهم عاملين شعرهم بطريقه معينه، لابسين درا كيفاش بطريقه معينه، كراهب الكلهم بريسك نفس الماركات، كلهم كراهب كبار، الشيء يصوروه بريسك في نفس انواع البلايس اللي هي كبلايس مثل ما يسر هكا وقصوره وبيوت نوم، توجور لو ميم ستيريوتيب دو لا ريلاسيون دو كوبل فهمت. انا شبي مثلا عمري مريت في كليب مثلا كوبل سيدي مشاو يقضيو من مونوبري ولا حاجه، ولا يوصلوا في اولادهم للمكتب، اخي مش هذه الحياه زاده، ولا مشاو المارشي الحوت يشريو في الحوت. اخي هي لا في دو كوبل كراها بقصره وبيوت نوم سي سا كاو ريسك شو تير. معناها نفرح ياسر كان البودكاست هذا يعاونك باش تفيق بهالبرمجيات هذيا اللي تخلي في اللاوعي نتاع البنات اون جينيرال ولا الاولاد زاده ديارات معينه بارابور ليديال دو لا ليديال دو سوا دابور، كيفاش يلزمني نكون مزيانه. دونك القواعد نتاع الزين هما ا بي سي دي اللي هما غروسو مودو نشبه اليسا ولا هيفا وهبي، وثانيا كونوا احسن لي بوسيبيليتي معناتها نتاع الراجل ولا العيشه اللي باش ناخذها هي هذيك اللي نرى فيها، وماهيش حتى قرارات كيما قلت لك هكا ياخذها الانسان يحس اللي سي كوم سا فهمت، يحس اللي سي كوم سا اوغ فوالا سي سا لو بروبليم. انت بعد ما تعرس وتدخل نقولوا احنا يتسكر عليكم باب الحياه مختلفه راهي، وكي تعيش مع انسان باش تعيش معاه نهار كامل وصيف وشتاء وفي العرق وفي البرد وفي فهمت، فما تمشي لمرشي الحوت وتقف الطيب وتوزمك تنظف التواليت واللافابو لا في سي تو سا فهمت. دونك جوست ركز في الموضوع هذا اليوم، شنو هي الانتظارات نتاعك؟ كان تحب خوذك الكارنيه نتاعك وبدا اكتب انت كيفاش تراه الراجل ايديال، والرؤيه هذه زعما منين جاتك، شنو هي المسلسلات مثلا اللي كنت مغرومه بها ياسر انت مثلا. انا وانا ادوليسانت كان فما مسلسل اسمه بيفرلي هيلز مثلا، دونك اللاوعي نتاعنا يظهر لي جينيراسيون هذيك تبرمج شويه بك اللي صاير في بيفرلي هيلز، وبعد على سقط المومون فما مسلسل اخر زاد تعرف ياسر اسمه يا ربي نيويورك ولا فوالا سكس اند ذا سيتي اسمه، يحكي على ثلاثة ولا أربعة نساء صحاب وعايشين هكا مغامرات وأغلبيتهم عندهم مشاكل مع رجالهم، لو تحب ولا تكره هذاك يبرمج لك اللاوعي نتاعك فهمت. كيف بالنسبة للمسلسل التركي المسلسل المصري تنكريت انت اليوم هذا هو الهدف نتاعنا، اقعد شوية مع روحك وحاول اكتب شنو ما الحاجات المسلسلات القراءات الحاجات اللي ممكن أثرت لك على اللاوعي نتاعك وخليت عندك انتظارات معينة بغابور لا غولاسيون دو كوبل بغابور العرس مثلا. توريت انت كي تبدأ عمرك 15 سنة مثلا تمشي تحضر في عرس في سالة كبيرة وما نعرفش مثلا انت مشيت وهما جاو كان 10:30 ولا 11:30 والعروسة لابسة بطريقة معينة والراجل ريت هذاك الكل، انت مازلت ما خديتش قرار. ما انت اللي كان عمرك 14-15 حتى 10 سنين ومشيت مع امك للعرس هذاك سيء، اذا انت ماكش انسان واعي باش تبدا تبرمج في مخك كونو انا زاده ماذا بيا نهار اخر نعمل هكا، وبيان سور يعرضوك العباد ويقولوا كاي العاقبه ليك كاي العاقبه وقتاش نفرحوا بها هاي العاقبه. الوغ كو انت كان جيت في مجتمع اخر اللي هما ما يعرسوش هكا
ما عندهمش هذه سلطة فرحة تكريب الملايين وكل اللبسة وكل هيلمان مش هكا بالكل. ما تلقاهم شنو هو العرس سيجون جورني يمشوا هكا في بلاصة كبيرة جنينة مثلا يتلموا الناس الكل العروسة تلبس روبة معناتها يعني ما عندهمش كيفنا احنا حكيت روبة بالملايين ومفهميش شيء ذي فهمت سوفون تلقاها لابسة حاجة عادية ويعملوا فطور الناس كل ما بعضهم c'est une autre ambiance complètement différente. Donc là, quand tu as une expérience comme ça, quand tu as 10, 12, 13, 14, 15, tu te permets de faire une autre façon. Donc là, c'est juste qu'on est un homme, un homme ou un homme, et libre. ما تخليش المجتمع والثقافة هو يقرر في بلاستك تو سامبلومون فهمت انت كان جيت في جينيراسيون تاع امي مثلا راك تتفرج في التلفزه في افلام شادي وعبد الحميد عبد الحليم سامحني على البسكليت وكل اللاوعي نتاعك يتبرمج بطريقه اخرى كي تبدا تتفرج على غنيات الراب وكل اللي يغنيو باللونجلي يعني لاحظ معايا قديش في الغنيات هذوك كمية كبيرة متاع نساء عرية سي انفريسمبلابل وسمحني معناه ما نجمش نقول أكثر من هكا أما ثم بلايص معينة في بدن المرأة سوفون تلقاهم عرية في الكليبات هذوما اللي بيان سور ريت في الغناء العربي ما ينجموش ان فيت في الثقافة وكل نجموش يعريو بلايص هذوك فهمت دونك يل مات لاكسون سور اوتر شوز اما في الكليبات هذوما انا ساعات نبدا نلاحظ غير عادي معناها قداش تركيز على البلاصه هذه اللي هي اون غولاسيون افيك سيغتان تيب دو غولاسيون سيكسويل ان فيت دونك راهو هذا الكل يبرمجك من غير ما تفيق تولي حتى انا لاحظت مثلا برشا بنات يعملوا دي بوز دي سيلفي ودي ستوري يوريو بلايص في بدنهم انكونسيامون فهمت كيما في الكليبات هذوما ما نحبش نقولها ما راك فهمتني ركز روحك فيش قاعد تعمل بالضبط ركز روحك فيش قاعد تعمل بالضبط كي تلبس طريقة معينة ولا تعري بلاصة معينة في بدنك راك انت قاعدة الاولاد زادة بيان سور راهو قاعدة ان جينيرال تطبق في برمجيات لا واعية اتونسيون مش انا معناها قلت لك البس النقاب وغطي كل شيء ابدا مش هذا الموضوع انا راهو بدنك سي طون تيريتوار انت حر فيه تخليش المجتمع يبرمج لك كيفاش تلبس وشنو تعري وشنو توري فهمت والبدن هو كيما حاجه نتاعك انت دونك انت تستحفظ عليها تسترها من الروغار اكستيريور تستحفظ عليها فهمت مش معناها نلبس النقاب وبيان سور جملس با جو با دي سا اما اتونسيون ا لا سور اكسبوزيسيون دو سيرتين بارتي دو كور كو سو سوا للولاد ولا للبنات اللي هي والله انا معناها نشوفهم هذوما كاينهم عرايس كاينهم بغبي يلعبوا بيهم لعب تلقاه هو يلبس ولا هي تلبس بطريقه معينه اللي هي باش تظهر بالضبط كيما هاك الفنانه ولا حتى كلمه فنانه ما تجيش راه هاك المغنيه ولا كلمة تاع الراب ولا معناها هي كاينها روبو كاينها ماريونيت كاينها عروسه هاكا نتاع شوالق فهمت الوغ بدنك هذاك بدنك هذاك حاجه كبيره ياسر تو يقول قايل اش دخل هذا في الحب والعلاقات سي تري امبورطون خاطر اللي رافيه هنا اللي 90% من الشباب يدخلوا في علاقات نتاع حب ونتاع سواديزون حب وعلاقات اون طونك ماريونيت عروسه نتاع شوالق مش هو بالكل ترى انسان ترى بشر معناتها مفصل مركب روحه حسب البرمجيات نتاع المجتمع فهمت فوالا جو كونكلو افيك سا ان شاء الله ما يكونش صادم شويه هكا البودكاست اما لاحظ معايا الاهم حاجه هي كونك تكون واعي بذاتك وتستحفظ على الاختلاف اللي في ذاتك ما تكونش عروسة شوالق ما تكونش غوبو ما تكونش كلون تكون انت كيما انت تلبس بالطريقة اللي هي تساعدك انت تعمل مكياج بالطريقة اللي هي تساعدك انت مش تولي تشبه
للعرايس الشوالق هذوما واللي ماريونيت كي سون بارتو على تيلي دون لي كليب ايتترا. فوالا راكم زين، تلقاو غدوه في ان اوتر بودكاست نزيدو نفهموا العلاقات والحب والتعلق.